لمزيد من المتابعة معنا ومع حضراتكم هاتفيا أستاذ أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا بعد التحية. توقعات حضرتك لمخرجات الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه القاهرة اليوم لبحث التهدئة في قطاع غزة؟ تحياتي لك سيدتي ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن هذه المخرجات هي مرتبطة طبعا بالحوارات والتفاوض حول الوصول إلى صيغة توافقية، خاصة في ظل يعني استمرار التباعد في المواقف بين إسرائيل من ناحية والفصائل الفلسطينية من ناحية أخرى، التي تطالب بوقف دعم إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما تطالب إسرائيل بهدنة في مقابل تحرير الأسرى تقتصر إلى شهور. وبالتالي هنا القاهرة بالاتفاق أو بالتواصل مع الشرقاء وخاصة في قطر وأمريكا في العمل على إيجاد أرضية تستطيع من خلالها الانطلاق والوصول إلى صفقة تتحقق الأهداف المتعلقة بما تسعى إليه مصر، وهو الهدنة طويلة ثم تكون مقدمة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا في إطار أولوية مصر في إنهاء هذا العدوان وفي وقف حمام الدم ونزيف الدم الفلسطيني لأدنى الوقت من دم. وكلما استمر الوقت كلما استمر طبعا الدمار ونزيف الدم الفلسطيني. وبالتالي تسعى مصر من خلال مع الشركاء إلى أن تدفع الطرفين إلى أن يكون هناك صفقة تحقق على الأقل الحد الأدنى من مطالب كل طرف، وتفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق الأهداف الأساسية وهو العمل على وقف دائم لإطلاق النار. طيب أستاذ أحمد، يعني ذكرت هدف هذا الاجتماع هو الوصول إلى صيغة توافقية بين جميع الأطراف للوصول إلى هدنة وإلى تهدئة الأوضاع في غزة، لكن ما نقاط الارتكاز الأساسية التي يمكن أن نبني عليها هذه الصيغة التوافقية التي نسعى إلى في ظل تعنت وإصرار من الاحتلال على ممارساته التي بدأها بالفعل في رفح منذ يومين، وموقف مصر كما ذكرت واضح، اللاءات المصرية واضحة وعلى العلن، ما الذي يمكن أن نبني عليه مع هذا الطرف المتعنت المصر؟ يعني في الواقع صحيح رغم هذه التعنت ورغم المواقف الإسرائيلية ورغم أن حكومة الحرب الإسرائيلية والمجموعة هي بتراهن على الخيار العسكري، لأن هذا استمرار الحرب وعدم هو يعني فيه مستقبلها ومرهوط بها بمصيرها، وبالتالي هي تطرح ربما شروط تعجيزية، لكن على الأقل هناك مرتكزات تمثل في وجود حالة من التوافق الدولي، حالة من مصلحة لدى جميع الأطراف بما فيها أمريكا حتى الدعم لإسرائيل، فأن يكون هناك هدنة طويلة وأن يكون هناك وقف لهذا العدوان ووقف لهذا القتال. إضافة أيضا أن الصفقة تحقق أيضا ميزة لإسرائيل وهو الإفراج عن الأسرى والرهائن، خاصة أن إسرائيل فشلت خلال 130 يوما في تحرير أسراها والرهائن عبر القوة العسكرية، وبالتالي إذا كانت نجحت في 24 نوفمبر في تحرير أكثر من 100 رهينة وسرير إسرائيل عبر المفاوضات، فبالتالي هنا يكون خيار المفاوضات هو الأنجح في تحقيق هذا الهدف، وهذا أيضا يحقق يعني أيضا في ظل الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية. هناك أيضا عامل الانتخابات الأمريكي ومصلحة أمريكا في تهدئة هذا الملف على الأقل ووقف هذا العدوان في ظل الانتقادات التي تعرض لها، ثم هناك أيضا المساعي المصرية الحثيثة والمتواصلة يعني ليل نهار من اجل وقف هذا النزيف وقف هذا العدوان، وبالتالي هناك يعني مؤشرات تدل على ان هناك صفقه، لكن هذا ايضا يظل مرتهن ومرتبط بمدى رغبه وجديه الحكومه الاسرائيليه في تقديم تنازلات حقيقيه متعلقه بوقف دائم اطلاق النار او وقف العدوان، لان الاستمرار او الجمع بين تبادل الاسرى وفي نفس الوقت الحصول على او عدم موافقة على وقف دائم اطلاق النار طبعا يعني يضع عقبات وتحديات امام هذه المفاوضات. طيب من ضمن هذه العقبات والتحديات الاوضاع الامنيه في المنطقه استاذ احمد، يعني اصبحت ودخلت بالفعل الى منعطف خطير مع إصرار رئيس وزراء الاحتلال على مواصلة هذا العدوان، وبما يهدد من توسعة رقعة الصراع في المنطقة هو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا. برأيك الموقف المصري والمعادلة التي تسعى مصر لتحقيقها على طول الخط وعلى طول القضية وعلى طول الفترة الزمنية الفائتة وحتى اللحظة، حتى تسعى إلى كسب يعني ردات فعل دولية لمساندتها في
موقفها المعلن من أجل وقف الحرب على غزة، من أجل كل اللقاءات المصرية التي أعلنت عنها. تقييمك لهذه المعادلة الدبلوماسية والسياسية والأمنية التي تنتهجها مصر؟ يعني في الواقع طبعا مصر حذرت منذ اليوم الأول بعد 7 أكتوبر، حذرت من مخاطر وتداعيات هذا الصراع على الأمن الإقليمي ومن مخاطر توسع الحرب إقليميا. وبالفعل رأينا في الشهور والأسابيع الماضية انتشار شظايا هذه الحرب في أماكن متفرقة، رأينا في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، رأينا أيضا في سوريا في العراق وأيضا في لبنان هناك إصرار إسرائيلي على الرهان على العسكرة ويعني شد المنطقة إلى منطقة خطرة تصعيدية بدلا من التهدئة. ولذلك كانت المقاربة المصرية مقاربة شاملة سواء على المسار الإنساني في دعم الفلسطينيين وتخفيف المعاناة عنهم، واحنا نتكلم الآن هناك الآن أكبر قافلة ضخمة من مصر من المساعدات 500 شاحنة تذهب اليوم إلى معبر رفح في إطار الدور المصري المتواصل في دعم الفلسطينيين الإنساني. هذا الدور المسار الإنساني صار بالتوازي مع المسار السياسي وضمن الشقين وبعدين البعد الأول رفض التهجير القسري، وضعت مصر خطوط حمراء والأهداف الحاسمة في رفض تهجير الفلسطينيين قسريا إلى مصر وتسقيط القضية الفلسطينية بالتزامن أيضا مع العمل على تفعيل حل الدولتين وحل سياسي لهذا الصراع باعتبار أن ما حدث هو عرض لمرض. إضافة إلى المسار الأمني وهو عدم توسع الصراع الإقليمي وجهود مصر الدؤوبة من خلال الوساطة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، لأن استمرار هذا الصراع وتهديد حكومة الاحتلال باقتحام رفح قد يفجر المنطقة كلها، لأن صحيح. هناك الآن 1.5 مليون فلسطيني في منطقة لا تتجاوز 60 كيلومتر مربع، أي عمل بري يعني وقوع عشرات الآلاف من الضحايا، يعني تهديد بالتأثير أيضا على العلاقات المصرية الإسرائيلية. وبالتالي هناك الآن محاولة مصرية بالتنسيق مع الشركاء لهيئة الدعم الدولي لنزع فتيل هذه الأزمات قبل أن تنفجر، وهذا حقيقة هدف أساسي من مفاوضات القاهرة اليوم. نعم أستاذ أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أشكرك شكرا جزيلا.